السلام عليكم ورحمة الله اخواني مشاهدي ومتابعي قناة ابو يوسف تكنو. اليوم ان شاء الله حيكون عندنا فيديو كيفية برمجة وتشغيل شاشات هاير وتشيك وري الرحماني وشنو نظام الجوجل تي في لأول مرة. خليكم معانا بهذا الفيديو. إذن أحبائي، حتى نبرمج الشاشة لأول مرة، كما تشاهدون أول ما تشغل الشاشة تأخذ دقائق بالتحميل، ثم يظهر لك قائمة اختيار اللغة. طبعا نختار اللغة العربية، ثم البلد نحن نختار العراق. بعد ذلك هاي النقطة جدا مهمة، أنه إعدادات الواجهة الأساسية للنظام والاستخدامات. لا تستخدم التلفزيون الأساسي نهائيا، خلي ببالك هذا الشيء، لأن هواي ميزات ما راح تشتغل عندك، مثلا مساعد جوجل والواجهه مال الجوجل تي في. حنختار اعدادات جوجل تي في. مجرد تختار اعدادات جوجل تي في حيطلب منك انه توصل الشاشه بشبكه الواي فاي. كما واضح انه الشاشه تدعم شبكتين 2.4 جيجا هرتز وال5 جيجا هرتز. اذا كان الراوتر قريب وبثه زين يعني استخدم ال5 جيجا هرتز افضل، لكن هي تختلف يعني حسب نوع الراوتر مالتك. حختار ال5 جيجا هرتز، تدخل بعدها الباسورد مالت الشبكه ثم علامه الصح. كما شاهدتوا قبل قليل اختارينا الجوجل تي في، الان لازم تدخل حساب جوجل الخاص بك او جيميل احنا نسميه بالعراق اكثر شيء. استخدم حساب جوجل الخاص بك سواء نفس المستخدم بالموبايل او انت حافظ حساب حتى تتمتع بكل ميزات الجوجل تي في، مثلا وصول متجر التطبيقات وغيرها. الان حندخل الايميل. بعد ما تسجل دخول حيطلع لك هذه الواجهه، تختار قبول ثم تختار ايضا قبول. أنا حيطلب منك اختيار بعض البرامج اللي حتحتاجها واختار تأكيد. طبعا هاي يعني اختيار شخصي، ايضا هذا الخيار نعطيه موافق. الان نقطة جدا مهمة اللي هي توصيل الريموت بالشاشة. ريموتات ذكية حتعمل البحث الصوتي وزر مساعد جوجل بالريموت. كما شاهدون يطلب منك انه تضغط علامة الرجوع او سهم الرجوع بالريموت وزر تقليل مستوى الصوت، تضغطهم بنفس الوقت على مسافة قريبة من الشاشة، الريموتين سواء الريموت الصغير او الريموت الكبير، حتى انه الريموت يكنك على الشاشة ويعمل بشكل صحيح لانه الريموت ذكي بلوتوث. نضغطهم بنفس الوقت لمدة تقريبا 3 ثواني او 5 ثواني، راح يظهر ضوء احمر بالريموت يرمش. نبقى ننتظر الى ان تظهر لك علامة على الشاشة انه تم الاتصال. تبقى ضاغطهم. الان كما شاهدون من يظهر علامة الصح وتروح هذه الشاشة تعوف الأزرار بالريموت راح يكنك الريموت بشكل طبيعي. يرجى ادخال كلمة المرور، طبعا تكتب 1 2 3 4 حتى لا تنساها، اللي هي حتصير كلمة سر النظام. هذا الخيار ايضا جدا مهم، لا تختار وضع التجزئة، هذا الوضع اللي هو قصده وضع المتجر او المحلات، هذا فقط عند العرض. فانت ما دام استخدام منزلي بالبيت دائما اختار الصفحة الرئيسية. هذا الخيار جدا جدا مهم. بعض الاخوة تواصلوا معانا سواء عندهم مشكلة انه يختارون احفظ الطريق او وضع توفير الطاقة اللي هو قم بتقليل استهلاك الطاقة اللي هو باور سيفينج. لازم نختار كروم كاست مدمج اللي هو هذا الخيار اللي بالنص. هذا صحيح، حتى انه من تبحث على الشاشة وتريد تعرض شاشة الموبايل على الشاشة تظهر بشكل دائم، دائما تكون موجودة وبسهولة تقدر تعرض المحتوى من الموبايل على الشاشة، فدائما تختار مدمج كروم كاست. ايضا بالقناة فيديو احنا وضحنا هذه النقطة. نختار هذا الخيار، حيظهر لك انه هذا الخيار قد يؤدي الى زيادة استهلاك الطاقة، نختار نعم. الآن وصلنا النقطة أنه البحث عن القنوات. بما أنه كما ذكرنا الشاشة بها ساترايت داخلي، إحنا هنختار قمر صناعي، لكن أيضا إذا حبيت تبحث قنوات البث الأرضي أو البث الرقمي يعني تختار الهوائي، لكن حنختار قمر صناعي. كما تشاهدون تحديد القمر الصناعي، نختار المزيد، نختار المفرد، نحدد القمر للريدة. كما تشاهد حيطلع لك خيارات. كما تشاهدون نايل سات بالاسم ما موجود، لكن هو نفسه يوتل سات 7E او يوتل سات 7 شرقا، هو نفسه النايل سات بالضبط نفس القنوات. وضع المسح حنختار كامل. نوع المسح الضوئي حنختار او نوع بحث القنوات اللي هو المجاني. نوع البحث قنوات التلفزيون فقط، ما احتاج قنوات الراديو. نختار الان رجوع، نختار التالي. القنوات الرقمية فقط، نعم حنختار القنوات الرقمية بس قنوات التلفزيون. الآن راح يبحث عن القنوات، لكن طبعا تأكد انه يكون الواير الدش موصل. كما شاهدون بدأت القنوات تظهر اللي هو اليوتلسات، كما ذكرت تختار نفسه 7، هو نفسه قمر النايلسات. الآن حنخليه يكمل البحث ونكمل الفيديو.
حيظهر لنا بدء الاستكشاف، نضغط عليه اوكي. كما تشاهدون هي هذه الواجهة الرئيسية للجوجل تي في. اذا احبائي هذا كان فيديو كيفية برمجة وتشغيل شاشات هاير وريال الرحماني وشينون وتشيك لأول مرة، واهم الخطوات الصحيحة اللي يجب عملها عند تشغيلها وبرمجتها. ايضا بالقناة عندنا شروحات اخرى لكيفية ارسال وتثبيت البرامج وافضل اعدادات الصورة والصوت لشاشات هاير وشينون وريال الرحماني وتشيك، ايضا راح تكون بالوصف لهذا الفيديو او من ضمن الفيديوهات في القناة. شوفكم ان شاء الله في فيديو اخر قريبا. اخوكم ابو يوسف.